ما انا كنت لسه عايزه اروح مع حضرتك انا وكريم بقى لذكريات كاس العالم 90. لا ده هي ذكريات والكواليس بتاعتها كمان، بس انا كمان غير المعروفه يعني. عندي ذكريات ليه قلبه تعب. يا ريت. قلبه تعب لدرجه الملك عبد الله والامير علي بن الحسين ربنا يديهم الصحه قالوا لي يا كابتن احنا تعبنا لك قلبك. ليه؟ هقول لكم سر ظريف. ما كنا بنلعب بوركينا فاسو او كاس عالم او اي حاجه، انتوا مريحين. احنا مريحين ايه؟ ربع ساعه انتوا قاعدين مريحين. الشعب المصري كله كنا ايامها مثلا 95 مليون مستنيين، فكنا متعودين على كده. شوف ما بيقولش بقى لا يعني مثلا احنا ولا اسمنا ده كابتن العظيم محمود. اما رحنا الاردن مريح انا، وبعدين خبط عليا او رن عليا بالتليفون انت نايم؟ فرحت له قال انت نايم؟ فانا منتظر بقى نايم. احنا في الاردن دول 9 مليون. قال احنا عندنا فوق ال 100 مليون. قلت له ازاي يا كابتن؟ قال لي 9 مليون اردني و90 من 95 مليون مصري هيتفرجوا على المباراه، كنا هنلعب ايران. فشوف الوطنيه بتاعته حتى واحنا في الاردن، ومش بيقول كده من قلبه. طبعا طبعا والله من قلبه. يعني شخصيه. انا عشان كده حتى سميت مع محمود ابني محمود الجواري فكر صالح. ده اسد وادي دجله عنده 2009 ما شاء الله. فيعني شخصيه غير طبيعيه. انا طبعا اتعاملت قدري ان انا زي ما قلت 23 سنه اتعاملت مع مدربين كتير جدا، ولكن كابتن محمود الجواري ده على ركن جانب يلي على طول كابتن حسن شحاته، لان انا اتعاملت مع الاثنين. حلو قوي.